بون مع كمال فيك التنميه عندنا قدام حكيناش على الكاميرات وعلى لي زيكيبمون كيما لي زوبجيكتيف الكاميرات ايتو. هاد المره جبت لكم ريفيو على واحد لوبجيكتيف راهو شويه قديم صح وراهو بريسك انديسپونيبل في لو مارشي اللي هو لو سيغما 24-60 f/2.8. سي فري كو كاين 24-70 f/2.8 في الكانون في النيكون وفي سيغما اوسي في التامرون مي هذا 24-60 برك او اكس معناتها اكسلنت يعني برايم ودي جي معناتها لي كاميرا فول فريم. سي فري كو لوبجيكتيف هذا راهو شويه قديم تخدم انيسيالمون في 2004 فيه 16 اليمون في 15 جروب و 9 بليدز يعني شغل يمد لك ريزولتا مليح سورتو في لو بوكي تاعك. اون اوفرتور ماكسيمال تاع 2.8 وتقدر تهبطها حتى ل f/22. الديامتر تاع لو فيلتر تاعو 77 ملم اللي هو ديامتر ايكيفالون للديامتر تاع كانون لوكسوريوس ال كيما ال 24-70 ولا 70-200 f/2.8. فيه اوتو فوكس بزاف رابيد ومليحه بزاف مالغري كو هاد لوبجيكتيف راهو فريمون قديم وتخدم في 2004. يعني كي نحبو نكومباريوه مع لي زوبجيكتيف الجدد اللي تخدمو ريسامون نلقاوه بلي قاعد يخدم في خدمه يعني مليحه بارابور لا تكنولوجي اللي كانت كاينه في الوقت هذاك. الماكرو تاعو ما ننصحش به باسكو لا ديستانس مينيمال تاع الفوكسينغ تاعو راهي 38 سنتيمتر يعني راهي ما تقدرش ما با يعني تخرج لك حاجه يعني مليحه في الماكرو كلكو سوا يعني الورد ولا لي زوبجي اللي راح نصورهم ما يقدروش يكونوا يعني اون بارفيتا في لو كادر تاعكم اون طون كو ماكرو فوتوغراف. الريزولتا اللي مدهم لوبجيكتيف هذا راهم شويه شارب شارب بزاف فيو كو هاد لوبجيكتيف تخدم الفول فريم كي نحطوه في بواتي كروب فريم راح يودرنا شويه الفوكس يعني كي تفوكسي في بلاصه راح تلقاها في البلاصه اللي شويه وراها مي كي تخدم به في الفول فريم في الكاميرا فول فريم راح تلقى يعني الفوكس يجي في بلاصتو وشارب بزاف شارب مليح بزاف بارابور يعني لو بري تاعو ويعني لا كاليتي اللي تخدم بها. كي نحبوا نزيدوا شويه في الشارفنس تاعو نقدروا نهبطوا لوفرتور من 2.8 حتى 3.5 ولا 4. حنايا راح تكون عندنا ليماج كامله شارب تكون مليحه يعني والبلاصه اللي فوكسينا فيها تكون يعني في الديتاي مليح بزاف. حنايا نشوفوا مع بعضنا كلكو زيكزامبل تاع لي فوتو صورناهم دي كاميرا كروب فريم هنا دي زيكزامبل تاع دي فوتو صورناهم بالفول فريم. في الكروب فريم كيما على بالنا بلي كاين الفاكتور تاع 1.6 ولا 1.5 سولون لي كاميرا. بون هاد لوبجيكتيف من لو 24-60 يولي لنا من 38 حتى 96 يعني راح يولي اوبجيكتيف مليح للتيلي زوم يعني تقدر تزومي بيه تخدم بيه حوايج بعاد نون سولمون دي لاندسكيب ولا دي سيتي سكيب ولا دي بورتري راح يمد لك ريزولتا مليح. بور ايفيتي ليكستونسيون تاع ليليمون اللي راهم القدام هنايا باسكو كي تهزو هكا مقلب اوتوماتيكمون وحدو راح يهبط هكا ولا راح يدخل هما دارو له لوك هنا شغل راح تقفل بيه باتيفيتي ليكستونسيون هاديك تاع اليوتيوب لينك تاع المانيوال فوكس تاعو مليحه بزاف يعني وجد دقيقه يعني تقدر تخدم بيه حتى دي بروجي في لا فيديو. انا عجبني لوبجيكتيف هذا بزاف وننصح بزاف الناس اللي يلقاوه باغ اكزومبل اللي كيتباعو ولا يغتنموا الفرصه ويشريوه باسكو لو بري تاعو هذا يدير اونتر 120 دولار حتى 120 اورو حتى 200 اورو يعني في الحدود هذوك كي تحب تشريه من الانترنت من اي باي ولا من امازون ولا مي انا شريته ب 70 اورو برك من المتجر تاع واحد صاحبي وراح نخلي لكم لاباج تاعو انستغرام هاو حاط لي برودوي لاباج تاع انستغرام تفيريفيو تشوفو كش ما عندو سلعه تعجبكم بيان سور عندو سلعه بزاف مليحه ولي بري ريزونابل. لوبجيكتيف هذا عجبني الكاليتي تاعو عجبني لوزاج تاعو عجبني الفوكس تاعو عجبني المانيوال رينغ تاعو عجبني فيه كلش سوف كو البيلدين كواليتي تاعو لا ماتيريال اللي تخدم بها راهو بلاستيك يعني شغل ما تستناش منو يطيح ويقعد يخدم مليح ولا سوف كو الماونت هذه اللي هنايا جاي تركب في الكاميرا هذه مخدومه بالحديد الميتال سينو ميزابار هذا شغل كي تهزو جاي ثقيل يحسك بلي عندك برايم لانس في يدك. هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو نتمنى يكون نال اعجابكم تلقاو فيديو جيد سلام.